السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده ان شاء الله قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملي لايك، ولو انت اول مره تشوفيني انا صراحه حاسه ان تدوسي على زر سبسكرايب وتفعلي الجرس. ويلا بقى بينا نبدا الفيديو. النهارده عايزه اتكلم معاكم عن نقطه مهمه جدا. كل البنات اللي كانت الكومنتات اللي كان جايلها على بريسنج انف، اللي هو التعليقات كلها بتظهر على الشاشه عشان ما حدش يقول انت بتطلعي تتكلمي وخلاص. كل التعليقات دلوقتي هتظهر وبعد كده نكمل. البنات كانوا كتير قوي ان هم يطلع لهم حبايه بره وحبايه جوه، وانا كنت قايله لكم في الفيديو ازاي تضيعوا الحبايه دي بسهوله جدا والالتهابات بتاعه الانف، وكنت كمان قايله لكم عن انواع الحلقان واشكال الحلقان والحروف بتاعه الحلقان كلها. بس في بنات معرفش ممكن بتكملش الفيديو او بتكسل، بس كل التعليقات جايه لي واحده صيغه واحده. ده غير اللي بتجيلي على الانستا اللي بيكلمونا عن انستا، وطبعا كل حاجه بتظهر هنا تمام. المهم هقول لكم المحلول بالظبط، يعني طلع في الفيديو عشان اقول لكم المحلول تعملوه ازاي، عشان الفيديوهات الثانيه كنت بتكلم معاكم على ازاي تضيعوا الالتهابات والكلام ده، وكنت بشرح بالتفصيل. بس شكلكم انتوا بتحبوا الاختصار، بس انا فعلا كنت بشرح لكم بالتفصيل الممل، لان انواع الحلقان كتيره قوي، وفي حلقان بتبقى مش حلوه وهي اللي بتطلع مناخ الانف الحبوب والالتهابات والكلام ده. طبعا اللي حابب الشرح اكتر وانواع الحلقان شوفوا الفيديوهات اللي هي تحت الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق. طيب دلوقتي انا طلع لي حبايه من بره وحبايه من جوه والتهابات، وفي بنات ما بيعرفوش يقلعوا الحلق او ما بيعرفوش يلبسوه. هقول لكم برضك المحلول عباره عن ايه. اول حاجه هتروحي الصيدليه هتجيبي محلول ملح، محلول ملح، المحلول مش هيكلفك حاجه خالص. عايزه اقول لكم الافتر كير ده اصلا لما انا روحت عشان اشتريه من البرسنج، جبت اللي انا بجيب من عندهم، اشتريت العبوه ب 60 جنيه. متخيلين عبوه قد كده صغنونه دي كده ب 60 جنيه مش هتقعد معاكي اسبوع. انا ساعتها جبت اربع علب، فبتيجي في دماغي اللي انا طب مكوناته ايه، فطبعا انا شميته فعرفت الحاجات اللي هي فيه، يعني هي اروح ادفع 60 في الشهر اكتر من 500 جنيه. طب ما انا ممكن اعمل الوصفه دي. المهم عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، هتجيبي محلول الملح. محلول الملح ده من الصيدليه ده ب 10 جنيه ولا ب 12 جنيه مش هيكلفك خالص تمام. هتروحي عند العطار هتجيبي زيت شجره الشاي، زيت شجره الشاي تمام. زيت شجره الشاي مهم جدا، كنت متكلمه عنه في فيديو لوحده وهسيبه لك برده تحت. للحبوب للالتهابات لكل حاجه. وهتجيبي بخاخه هتحطي يعني كلها محلول الملح، وهسيبي شويه قد كده من فوق، واخدة بالك، هسيب فاضي شويه قد كده. دي بقى هنضيف فيهم ايه؟ هتضيفي خمس نقط زيت شجره الشاي تمام، ورشه رشه، واخدين بالكم، رشه بسيطه بسيطه جدا لحاجه لا تذكر، كحول تمام. ان لو انت بتتحسسي من الكحول او عندك حساسيه انف او عندك حساسيه صدر ابعدي عنه تمام. بس انا عندي حساسيه صدر وعندي جيب انفيه انا استخدمه، لكن لو انت كده ما تستخدموش. انا بنصحك ايه، ما تحملش مسؤوليه اذاكي، الغي الخطوه بتاعت الكحول تمام. بس انا نفسي بجربه وعادي الحمد لله. المهم هتحطي زي ما قلت لك المحلول وزيت شجره الشاي خمس نقط، ولو عندك فيتامين هي هتحطي برضك نقطتين. لو ما عندكش اللي هو الزيت بتاع فيتامين هي هتجيبي الكبسوله وتحطي كبسوله واحده فيتامين هي، اي حاجه بقى يعني اللي هي فيها اعتقد 400 وفي 800، اي كبسوله مش مشكله، هي الكبسوله واحده وترجي ترجي جامد جامد جدا ماشي. وبعد كده هتعملي ايه بالترتيب عشان البنات اللي هي بتتلخبط او تحسي بحقيقة خلال اليوم كده كده احنا بنستنشق خمس مرات وقت الصلاه تمام. فانتي هتستنشقي خمس مرات ماشي بميه دافيه او فتره، بلاش سخنه، بلاش سخنه، ابعدي عن الميه السخنه. الميه السخنه هتبوظ لك الانف وهتزود الالتهابات والحقه والكلام ده. وهترشي بعد الاستنشاق طبعا بتجيبي منديل، واهم حاجه ايدك دي تكون متعقمه ونظيفه جدا جدا، دي الاساس تمام. وبعد ما تستنشقي الموضوع مش هياخد معاكي اسبوع لو انت مشيتي على الخطوات دي، الالتهابات كلها هتروح والحبايه وكل حاجه. بس هقول لكم على حاجه مهمه كده ممكن يعني تنسوها في اخر الفيديو تمام. المهم خلينا في المحلول ده. وبعد كده بعد الاستنشاق بيتنضفي بودانه، لازم تكون عندك ودانه، بالودانه كده بلاش حوار المنزل واللفه والكلام ده، هو ودانه، وتنضفي من جوه ومن بره، تنشفي المنطقه دي، ما يجيش عليها مرطب، ما يجيش عليها مزيل ميك اب، ما يجيش عليها سبراي، اي حاجه ممنوع، خليها جافه تمام. هترش من المحلول اللي احنا عملناه خمس مرات،
5 مرات، تمام. وفي حاجه كمان هتعمليها وانت عند الصيدليه، انت عند الصيدليه اشتري مرهم اسمه فيوزدين، فيوزدين، تمام. المرهم ده تحطيه الصبح وبالليل. هتسيبيه؟ لا مش هتسيبيه، هتحطيه بعد التنظيف اللي احنا عملناه وقت الظهريه، تمام. مشيها كده بحسب الصلوات. هتحطي المرهم على بس مش جوه، المرهم هنا شايفين هنا، تمام. وبعد كده تسيبيه مده 10 دقايق، بس مش كتير يعني، هي حاجه قد التفتفايه كده. تسيبيه مده 10 دقايق، وبعد كده هتجيبي البندانه وتنضفي حواليه البرسينج، وبعد كده هترشي، تمام. بس كده صبح وبالليل لمده اسبوع، الالتهاب هيروح، الاحمرار هيروح. الحبايه اللي بتطلع حوالين الحلق من بره بتبقى كبيره كده او من جوه مضايقاكي هتروح. كل حاجه الحاجات دي هتروح فعلا، بس استمرار. ما ينفعش يوم او يومين، لا لا ما ينفعش. هي ده عامليه كانه جرح مفتوح، ما هو فعليا جرح مفتوح. فانت تعمليه زي كده اللي هو ايه، انا خلاص انا هحطك في دماغي انت هتخف، يعني هتخف. لكن اللي احنا نعمل يومين وبعد كده هنسيب الموضوع، لا ده الموضوع ممكن يبقى يزود معانا ويخش في التهابات، فاهماني. ولو دخل في التهابات بصوا، يعني انا في واحده كلمتني على انستا، الموضوع دخل معاها في وجع، في وجع مزمن جدا جدا. ممكن تكون البنوته سمعاني، ففعليا انا قلت لها روحي لدكتور انف واذن وحنجره، تمام. ليه بقى انف واذن؟ اللي هم هيعرفوا الوجع ده منين، انا ما اعرفش، انا مش دكتوره. انا بقول لها كده، انا مش دكتوره، انا واحده بعمل برسنج في وداني وفي انفي وكده، انا بحب البرسنج. فانتي الموضوع مزود معاها، هيديكي مضاد حيوي، لازم هتاخدي مضاد حيوي عشان يقلل الالتهابات. فاحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي، المرحله دي صعوبه جدا، وتاخدي برشام مضاد حيوي غير اللي هو تاخدي في حوارات كتير، وممكن كمان يقول لك اقفلي برسنج مش هينفع تعملي تاني، تمام. بس كده، يا رب اكون افدتكم. بس تتخيلوا ان انا هقول لكم حاجه مهمه جدا، نوع الحلق، نوع الحلق ممكن هو اللي بيكون بيسبب لك ازدياد في الالتهابات، يسبب لك احمرار، التهابات من جوه. فنوعيه الحلق هي الاساس في ده كله، نوعيه الحلق هي الاساس. طبعا اللي متابعيني زمان كان عارفين ان انا عملت البرسينج بتاع الانف 3 مرات. انتوا متخيلين 3 مرات ليه بقى؟ عشان اول مره كنت رحت عند بتاع الفضه اشتريت حلق، ما طلعش حلق فضه، طلع حلق فلس ومات لي فضه. طبعا ده اغلب البنات بتقع فيها، اللي هو بيبيعوا لك ب 15 جنيه. مفيش حلق، ما تسترخصوش في الحاجات دي. افضل حلق نوعيه حلق ما بتتفاعلش مع الجسم هو الذهب. لو انت عندك تحسس من الذهب خلاص ما اقفلي الموضوع ده، هاتي اللي هو تيتانوم. تيتانوم تمام، زي اللي انا لابسه ده كده، ده تيتانوم، تمام. وكنت متكلمه عن انواع كتيره ووريتكم اشكالات كتيره للحلقان في الفيديو اللي انا هسيبه لكم تحت. بس زي ما قلت لكم، اهم حاجه نوعيه الحلق قبل ما تعملي البرسنج تكوني شاريه، ما تستنيش بعد ما تعملي وتلبسي اي حلق وبعد كده تفكري في موضوع الحلق، لا. وكمان اللي يقول لك ان موضوع كمان اللي يقول لك على موضوع الحلق اللي هو الطب بتقعدي بيه شهر، شهر ازاي هو اصلا بيصدي؟ انتوا متخيلين؟ في بنوته بعتت لي على الانستا بتقول لي انا ما خلعتش حلق الطبي من انفي. انا استغربت، بتقول لي الحلق انا مش عارفه احركه. طيب دلوقتي انت عاملين البرسنج، تمام، لازم تحركوه كل شويه، كل شويه. دي اهم حاجه ايدك تكون نظيفه، تحركيه كل شويه. ليه؟ لان انت لو ما حركتوش ده الجرح ده هيقفل عليه، هيضم عليه، ولما يضم عليه مش عارفه تخرجيه الا بصعوبه، بصعوبه جدا، وبنج كمان اللي هو الرشه. فانت لو انت لسه عامله موب جديده لازم تحركيه كل شويه كده عشان اللحم ما يلزقش فيه، تمام. الان بتجيبها منين؟ انا بطلبها من عند برسنج ايجيبت، اللي هو انا بشتريها اونلاين، اوكي. هو فاتح فرع في مدينه نصر، فبيبعت لكل المحافظات، وحلقانه كلها حلوه جدا. بس كده، ده اللي تذكرته من الكومنتات اللي انتوا كتبتها لي، بكون افدتكم. وبرضك اللي محتاج اي حاجه عن البرسنج ابعتوا لي على انستا، هسيب لكم رابط الانستا بتاعي واسم الانستا، كلموني برد على كل الناس. يا رب اكون افدتكم، ما تنسوش تدعموني باللايك. ولو انت اول مره شايفيني ما تستخسريش بقى فين تشتركي في القناه ويتفعلي الجرس. يلا سلام عليكم.